ريحة رمضان على الحياة الفم. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة الفم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس مختصة في حواراتنا وفي تحقيقاتنا تكون صحية طبية وعلمية بامتياز. وهو القائل: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتم بها في صحيح مسلم. اخترت اليوم في نهار جمعة كما هذه، وخاصة في أيامات الفضيلة شهر سيدي رمضان، تذكير أنه لليوم يتم الاعتداء يوميا على مسجد الأقصى، هذا المسجد اللي أنبي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، كي لا ننسى أنه الأقصى ولليوم يتواصل الاعتداء عليه. تتسويت سومير سومير. كالعادة في شيفر سانتي بالنسبة لليوم مش يكون حديثنا حول الأرقام اللي كانت قدمتها لوميس فيما يخص عدد الإصابات ببعض الأمراض، هذا بعد بشوي أجندا سانتي كالعادة. واليوم في زوم سانتي باش نحكي لكم على جيت براتيك كانت قامت به أسوسياسيون تونيزيان، هذا وأكثر في ساعتكم الأولى. أما في زوم سانتي بالنسبة لليوم في ساعتنا الثانية باش نمشي بكم للدائرة الصحية الوسلاتية وصحيح زادت تبعتها حتى عين جلولة، شنو هي النقائص، شنو اللي فما، هذا وأكثر موضوعنا بعد بشوي. واقع الخدمات الصحية في الوسلاتية، المشاريع الصحية المعطلة ومدى رضا الأهالي على الخدمات هذه. ملف قطاع الصحة عموما في الوسلاتية موضوعنا في زوم سانتي من 11 حتى نصف النهار مع مدير الدائرة الصحية بالوسلاتية نادر المنيوي. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. هذا اللي استنى فيكم من بعد شوي. دونك الى جميع متساكني ونيوصل صوتنا على 93 في الوسلاتية ولا في معتمدية عين جلولة ولا في ولاية القيروان، تنجموا تكلمونا من بعد شوي على 70 035 120 وتطرحوا استفساراتكم لمدير الدائرة الصحية بالوسلاتية. اهلا وسهلا بكم على 93 سينو على 3W راديو الحياة فام .net. بكم ننسى الكل، هذه 3W راديو الحياة فام .net. لمدة 50 دقيقة باش يكون حوارنا مع رئيس الدائرة الصحية بالوسلاتية، واقع الصحة في معتمدية الوسلاتية وكذلك عين جلولة، هذا مش يكون موضوعنا بعد بشوي. واقع الخدمات الصحية في الوسلاتية، المشاريع الصحية المعطلة ومدى رضا الأهالي على الخدمات هذه. ملف قطاع الصحة عموما في الوسلاتية موضوعنا في زوم سانتي من 11 حتى نصف النهار مع مدير الدائرة الصحية بالوسلاتية نادر المنيوي. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. 195,000 حالة وفاة سنويا جراء الحروق حسب الوميس لمكتب الشرق الأوسط، هذا موضوعنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي. يحدث الحرق عندما يتم إتلاف بعض أو كل الطبقات المختلفة من خلايا في الجلد بواسطة سائل حار أو مادة صلبة أو لهب، وتشكل الحروق مشكلة عالمية خطيرة في مجال الصحة العامة، مع أكثر من 195,000 حالة وفاة سنويا جراء الحروق المرتبطة بالنار وحدها. كما أن إصابات الجلد الناجمة عن إشعاع فوق البنفسجي أو النشاط الإشعاعي أو الكهرباء أو مواد كيميائية إضافة إلى الضرر التنفسي الناتج عن استنشاق الدخان تعتبر حروق. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوفيات الناجمة عن الصمت والحروق الكهربائية وغيرها من أشكال الحروق، فإن عدد القتلى سيكون أعلى بكثير. لكن لا تتوفر بيانات عالمية عن ذلك. إن الوفيات المرتبطة بالنار هي السبب الرئيسي 15 للوفاة عند الأطفال والشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عام، وأكثر من 95% من الحروق المرتبطة بالنار تحدث في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، وتحدث معدلات الوفيات الأعلى في طرف العمر في طرفي العمر بين الأطفال دون 5 سنوات
وكبار السن اللي عمرهم أكثر من 70 سنة، وإلى جانب ارتفاع عدد القتلى، فإنه الملايين يعانون من عجز وتشوه مدى الحياة ويؤدي إلى وسمة متاع نبذ لدى المجتمعات امتح. هذا كان شيفر سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، بعد بشوية جوندا سانتي ومن بعدها الفلاش انفو، ثم تسمعوا في 3W راديو الحياة FM.net. لطفي بوشنيق، هذه الموسيقى اللي توصلنا 38 دقيقة بعد 10 متاع الصباح. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة FM. ما هي وضعية قطاع الصحة في معتمدية الوسلاتية أو بالأحرى الدائرة الصحية بالوسلاتية حتى العين جلولة؟ ما هي وضعية المستوصفات؟ آخر الإنجازات؟ شنو اللي ناقش؟ شنو نجم نخدم عليه؟ هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا في ساعتنا الثانية في زوم سنتر. واقع الخدمات الصحية في الوسلاتية، المشاريع الصحية المعطلة، ومدى رضا الأهالي على الخدمات هذه. ملف قطاع الصحة عموما في الوسلاتية موضوعنا في زوم سنتي من 11 حتى نصف النهار مع مدير الدائرة الصحية بالوسلاتية نادر المنيوي. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. مش يكون حديثنا على 21 جورني فرانكو تونيزيين دو راديولوجي توت سويت في أجندا سنتي. Agenda santé. هذا باش يكون من تنظيم لا سوسيتي تونيزيان دو راديولوجي، انفيت تو لي دكتور او 21 جورني فرانكو تونيزيان دو راديولوجي اللي باش يكون بتاريخ 6/7/8/2022 اون مود بريزونسييل. نعاود نذكركم انه لي جورني هذوما باش يكونوا باحد النزول الخاصه باحد النزول الخاصه بالحمامات، وين تنجموا تلقاو اكثر تفاصيل فيما يخص الجورني هذيا تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو راديو الحياه تفهم اذاعه القيروان للصحه. اليورا دي زاتولي، اليورا زاد دي تابروند، اكثر تفاصيل وخاصه الداد الانسكريبسيون باش تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة تفهم اذا تلقينا وين الصحة. هذا فيما يخص الجورني فرانكو تونيزيان دو راديولوجي بتاريخ 6/7/8/2022 من تنظيم لا سوسيتي تونيزيان دو راديولوجي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفهم، نشكركم لحسن اختياركم. 93 120. واقع الخدمات الصحية في الوسلاتية، المشاريع الصحية المعطلة، ومدى رضا الأهالي على الخدمات هذه. ملف قطاع الصحة عموما في الوسلاتية موضوعنا في زوم سنتي من 11 حتى نصف النهار مع مدير الدائرة الصحية بالوسلاتية نادر المنيوي. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم، صحتكم بالدنيا. Guide de parcours de prématuré après sa sortie de l'hôpital, initialisé par l'Association tunisienne de médecine néonatale, et Rebichi Koun Mordouana, fi Quad 9 Santé. Quad 9 Santé. Hastan Enobitarif. خاصة أنه بتاريخ 7 أفريل 2022 تم الاجتماع الغينيون دو فاليداسيون دو غيد دو باركور دو سوان دو باسيون ني بريماتوري، هذا من قبل الجمعية الاسوسياسيون تونيزيان دو ميدسين نيوناتال. أكثر التفاصيل ناخذوها من عند الدكتورة نادية حميدة كاتب عام الجمعية التونسية لطب الولدان. عسلامة، أنا نادية حميدة هنساتي، أنا أستاذة في طب الولدان تابعة لكلية الطب بصفاقس، أعمل بقسم طب الولدان بمستشفى الهدي شاكر بصفاقس، وأنا الكاتبة العامة لجمعية التونسية لطب الولدان الأسوسياسيون تونيزيان دو ميدسين نيوناتال اللي هي حديثة العهد، اللي هي بدأت تنشط في سبتمبر 2020. الجمعية هذه هي تونسية، الرئيس الجمعية الدكتورة سامية قاسم من تونس، ومعنا التريزوري يعني أمينة المال والأعضاء متاع المكتب الكلهم من كافة أقسام طب الولدين في تونس، في تونس العاصمة، في صفاقس، في سوسة، في المستير، في المهدية، وحتى في الجنوب. الغاية متاع الجمعية متاعنا أنها تعطي الحضور الأوفر وبصفة متعادلة لكل الولدان بورتولي نوفونيت، تكون عندهم نفس الطريقة متاع المعالجة، نفس الإحاطة بالأهل متاعهم، نحسنوا شوية طب الولدان في بلادنا، نحكيوا شوية مع المؤسسات ذات القرار يعني كيما الوزارة وكيما الإدارات الجهوية باش نحسنوا الأوضاع متاع استقبال صغيرات هذوما الولدان هذوما في المناطق متاعهم. وما بين الإنجازات اللي قاعدين نعملوا فيها واللي هي إن شاء الله باش تكون قريبا عاجلا باش تخرج على الموقع متاع لينياس،
لينياس اللي هي الهيئة الوطنية اللي تعطي الفاليداسيون يعني سي لانس ناسيونال داكريداسيون اون سانتي اون ميديسين اي سانتي. دونك هي باش تعطينا عملنا دليل خاص بالاطر الصحة دونك لي بيرسونيل دو سانتي الكل اللي نجموا يتدخلوا في تتبع الصغيرات المولودين قبل وقتهم يعني لي بريماتوري. دونك عملنا الدليل هذايا باش الام وقت يتخرج صغيرها الوالدين وقت يخرجوا صغيرهم بعد ما يكون القد في المستشفى معناها بعد اي مده تكون قصيره كانت او كبيره الصغير المولود قبل وقته هو معرض لانه تصير له شويه صعوبات في التاقلم مع المحيط نتاعو شويه صعوبات في النمو نتاعو في النمو الحركي الذهني في النمو نتاع الطول نتاعو في ميزانه معرض انه فيه شويه صعوبات في التغذيه وهذا صغير هذايا دونك يلزمو احاطه خاصه ويلزمو تتبع خاص ويلزمو ناس ويلزمو طب ويلزمو تقنيين ثانيين معناها متمرسين في الحوايج هذيا وعندهم تجارب خاصه في الحوايج هذيا ودونك الدليل هذايا باش يخليه الأم تعرف وين تمشي وتخلي المتدخل من إطارات الصحة يعرف شنو هو يعمل لشكون يبعث وقتاش يعمل وقتاش يبعث وإن شاء الله إن شاء الله تكون معناها الدليل هذا فيه الإضافة فيه يكون نافع إن شاء الله باش نحسنوا التتبع والإحاطة متاع صغيرات هذوما المولودين قبل وقتهم وشكرا. ان غران ميرسي زيد العمل اللي قاعدين به يقولوا للاسوسياسيون هذه ونعاود نذكركم انه في ماي باش يكون الاسوسياسيون نتاعهم الكونغري انترناسيونال من تنظيمهم في ماي وباش نكونوا زادا حاضرين مكملين معكم حتى نص النهار. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياه تفا كما كل نهار الجمعة نحلوا بعض الملفات الخاصة بقطاع الصحة في ولاية القيروان واليوم باش يكون حديثنا حول الدائرة الصحية بالوسلتي. واقع الخدمات الصحية في الوسلتية المشاريع الصحية المعطلة ومداري ضال أهالي على الخدمات هذه ملف قطاع الصحة عموما في الوسلتية موضوعنا في زوم سنتي من 11 حتى نصف النهار مع مدير الدائرة الصحية بالوسلتية نادر المنيوي. كلمونا على 70 035 120. مع رحيم صحتكم بالدنيا سيناد المنيوي. أهلا وسهلا بيك في استديوهاتنا في الحياة تفهم. صباح النور ونهاركم طيب. مرحبا بكم ومستمعي الحياة تفهم. نشكرك على حضورك بحضنا. قبل كل شيء سينادر كان تسمح لي عام ناول كما شهر ذي في شهر أفريل بتاريخ 25 أفريل 2021 فإنه ولاية القيروان وتحديدا الدائرة الصحية بالوسلتية فقدت المدير رئيس مدير الدائرة الصحية رئيس. دكتور الحاجي محسن الحاجي إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه كي لا ننسى من شهداء الواجب ونداء الواجب فضل ربي يرحمه وينعمه وهذه الحصة ذي اليوم اهداء ليروحه هو وجميع الإطارات الطبية وشبه الطبية اللي توفيت في جائحة كورونا. الله يرحمه وينعمه ونحتسبه شهيد عند الله وشهيد الواجب. سي محسن خلى فراغ كبير برشا بصراحة. الأهالي الوسلتية الكل يعرفوه ويحبوه. إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويتقبله برضاه. أمين يا رب. الدائرة الصحية بالوسلتي أنت عندك زوز معتمديت سي نادر. دونك نحكيه على الوسلتي ونحكيه على عين جلول. عين جلول وفي الخط الأول وفي منطقة جغرافية صعيبة شوية سي نادر. صعيبة برشا. به خلينا ناخذ به كي نحكيوا خلينا نقسم على الاقل في حديث معك خلينا نحكي على الاقل على معتمديه الوسلتي. منش متكونه الخارطه الصحيه عن المستشفى نتاع الوسلتيه عدد المستوصفات خلينا ناخذ عليهم فكره على الاقل. طيب للتوضيح التقسيم الصحي ماهوش عاده ماهوش كيما التقسيم الاداري ما نقسموش بالمعتمديه نقسموا بالدائره الصحيه. الدائره الصحيه تنجم تضم معتمديه او اكثر يعني 2 3 4 فما دوائر صحيه فتضم 4 معتمديات. كي مش نحكيوا على دائرة صحية احنا عندنا المستشفى المحلي اللي هو المركز وعندنا 13 مركز صحة أساسية منهم زوز في عين جلولة وحداش في الوسلاتية. هذاك علاش قلت لك التقسيم تاعنا راه ماهوش تقسيم معتمديات و
معناه اداري كيك، احنا نقسمه بالدائره الصحيه. دائره صحيه تضم زوج معتمديات فيها 13 مركز صحه اساسيه، بالنسبه لنا كلهم كيف كيف، معناه يعني مرجع نظر نعملوهم الكل كيف كيف. فما 11 مركز صحه اساسيه في الوسلاتيه واثنين في عين جلول. كي نحكيتوا على مركز الصحه الاساسيه، خلينا نبدا من نقطه الانطلاق نتاعنا غادي. قداش عندك من اطار طبي متوفر لهالمراكز هذه؟ الاطار الطبي متوفر للمستشفى وللمراكز الصحيه الكل في الكل حاليا عندي سبعة حاليا يخدموا سبعة اطباء. كيفاش ينجموا توا يامنوا بين 13 مركز صحيح. صحه اساسيه وبين سبيطار؟ هي صعيبه للامانه، صعيبه برشا، لكن موفقين الحمد لله باش يامنوا الخدمات الصحيه والاستشفائيه في المستشفى. مع عندنا خدمات استشفائيه زاد عندنا الماترنيتي وعندنا السيرفيس انتير والخدمات الصحيه جينيرالمون العياده الطبيه في مراكز الصحه الاساسيه اللي هي نهار في الاسبوع العياده الطبيه. هي حتى بالتقسيم هذه 7 على 14 مش نجم تأمن نهار في الاسبوع تودا؟ قاعدين نأمنوا في نهار في الاسبوع وخدمنا حتى اقل من 7 في بعض الاحيان، خدمنا حتى اقل من 7 والحمد لله بطبيعه الحال. احنا توا نورمالمون عندنا الاطار الطبي للدائره الصحيه فيه 9 اطباء، فما سي محسن الله يرحمه اللي ما تعوضش، اللي ما تعوضش، وعندنا زاد دكتوره في عطله ولاده وعطله امومه وبروشينمون باش ترجع ان شاء الله. ان شاء الله. هل انه معناتها نعرف اللي توا نحكيو على 7 اطباء على 13 دائره، هل انه يوم في الاسبوع كافي؟ كافي توا سي نادر ريالمون؟ والله هو كي تشوف حتى اليوم في الاسبوع وتشوف نسبه الاقبال تقول في النار في النار. يعني فما مراكز صحه اساسيه للامانه يعني نهار العياده ما يتجاوز العدد 15 13 20 هذا نهار العياده. بار كونتر فما مراكز اللي فما مراكز فما فيها ضغط، مثلا عندنا مركز صحه اساسيه بمعروف تشهد توصل للعياده حتى 80 و70 معناها مراجع في اليوم، هذا كنخمو نزيدو. احنا عندنا احصائيات تحكم فينا، كي ترتفع الاحصائيات هذه بطبيعه احنا مش نقويو في النسق ونحاولوا نعملوا حتى زوج عيادات في الاسبوع، لكن اقتضى الامر احنا عندنا عين جلوله فيها 6 على 6 راه مركز صحه اساسيه فيه طبيب موجود 6 على 6. هي مع خصوصيه عين جلوله اللي هي ما فيهاش سبيطار، معناتها معناتها سبيطار ما خان باش نسهل الساده المستمعين سي نادر، نحكي على سبيطار كبير قائم ذات هذاك يخليها عندها مركز صحه اساسيه كبير واللي لازمك توفر له اليوم، خاصه من 2017 وليت معتمديه دونك من حقها 6 على 6 تولي هي. هو من حقها 6 على 6 وحنا ماذا بينا، لكن المراكز الصحيه الكل العياده تكون 6 على 6 ماذا بينا، في مناطق اخرى ذات كثافه سكانيه اعلى واكبر 6 على 6 الكل في مناطق اخرى. لكن ما تنساش عين جلوله فيها مركز صحه اساسيه ان شاء الله مش يولي صنف 4، نفس المشروع انطلق زاد في معروف اكثر لمسه اللي مازال في اطار الدراسات جلوله نسميه، يعني وصل حتى 70 80% نسبه تقدم الاشغال، لكن في معروف مازال في الدراسات عنده سنتين تو به تو خلينا به نمشي بك لانجونا ميساج. اما زاد انا اللي في بالي به تو سي نادر وصلح لي وحتى خل الساده المستمعين وخاصه المتسكنين عين جلول في بالي واقف مش واقف على حكايه السور الحكي الكل ولا انا مشكل نتاع المركز الصحه خاطر اللي كان موجود اي السقوط خرجوا للكري قاعد تو المشروع قاعد يتخدم وين وصل للمشروع هذاك صار فيه بالضبط تو اخر رينيو شونتي تعمل صافي تقريبا 3 جمعه التالي حضر معنا حتى السيد الوالي في بالي وتم التنبيه على المقاول ومنحه مهله بشهرين انه يكمل الاشغال ويكمل حتى يعاود اللي شافت اللجنه انه يلزمه يتعاود ولا ماهوش في فهم بعض الاخلالات في نادره ما نقولش اخلالات اما نقص كيما شنو خلينا ناخذ فكره سيتش بالعكس هذه نقطة تتحسب لكم ليكم انتم راه كي نمشي اللجنة نقول له عاود لي ما عجبكيش الكاليتي دي ترافو أكيد تعجب أكيد تعجب ليكم انتم فما حوايج مش يعاودها المقاول شنو مثلا والله سي تكنيك مثلا اللي لافابو هذوك معملهم عالين شوية فما كعبات معناها نتاع شو اسمه الفايونس فارغ ولا مش في بلاست ولا مش فرد كولور ولا فما حوايج راهو فما حوايج مثلا الفلويد ميديكو ال اسمها الكليماتيزاسيون
مازال ما عملهاش لا البارد لا السخون. القاعات نتاع المخبر ما عملش فيهم لي باياس، معناها هذوما تكنيك، معناها كيف مشينا احنا لقينا من غير باياس قلنا له لا يلزم فيهم باياس. وعلاش مثلا ما عملهمش لي باياس؟ ما عملهمش بورتو موجودين في هذا تقصير من المقاول، معناها مازال قاعدين في جرت وإحنا وراها كل حاجة نراها ونقولوا له عليها. إن شاء الله أخوي يعطينا يكمل لنا في ساعة. عنا روتار بتاع قديش توا سنين؟ ما سيرش خلي يفهموا يتحمسوا لي تو المقاول. 4 سنوات ومالكري سا ما عملش لي باياس وما عملش لي كليماتيزاسيون، معناتها اللي هو يعرفك عملية التصفية بتاع التهوئة قديش تكون مهمة وقديش. باهي بعد ثلاثة أنت نتصور يوميا تتعدى من غادي وتمشي تتفقد الشانتي بصفتك رئيس دائرة. أي بعد ثلاثة جماعات قوير ريتم فهم تاع الخدمة قاعد يبين الحقيقة سيناد. ما فماش تقل بكل أمانة، ما فماش المقال ماهوش قاعد يخدم بجدية، ما فماش تقدم كبير. نستنى واحنا المهلة اللي عطيها صلحش اللي قلت له عليهم شوية على الأقل. قاعد يصلح لكن النسق ضعيف برشا، ماهوش نتاع مشي يكمل في شهرين. نسق ضعيف وبطيء جدا. ان شاء الله نطلعوا غلطي ان شاء الله. ان شاء الله الحقيقه ما انت يخدم هاني نخدم جيب خادم بركه يعمل في ضربتين وضربه وكاو هانو على عينين فما خادم يخدم وشانتي يخدم هي مازال عنده 5 جمعات يزرب روحه راهو يزرب روحه خاطر هذا معطل الناس الكل. باهي ان شاء الله. اش مازال اخر في المشروع هذا ابار التصليح هذاك هو دكتور سينيتر؟ احنا كي نتسلموا المركز عندنا في خدمه نسلموا المركز من عند المقاول، على خاطر وقت تعملت الدراسه نتاع المركز الصحه الاساسيه هذايا ما كانش فيه استعجال. عم ناول والحمد لله يعني تم قامت الوزاره بتغيير مقرر ضبط الحصص الاستمرار واضافت حصه استمرار في عين جلوله وفي صار لا تبع نصر الله منزل المهيد. منزل المهيد مو خاطر تم احديث هما كزوز معتمدين هما تم احديث لكن البلان الاول ما فيش استعجالي مع فريق الدائره الصحيه ورسلنا الوزاره ورسلنا المصالح المعنيه. كيف جانا المقرر نتاع ضبط حصص الاستمرار واصبح عندنا حصه استمرار في جلوله هذا اللي 40 عام نجريوا عليها راهو مش بتاع مش بتاع اليوم والبارح ولا مش بتاع اليوم والبارح. كان فما حصص استمرار تتم بدون مقرر ضبط الحصص هذه اللي هو نورمالمون ما يصيرش. اي ما خلينا نفهم نقطه اخرى توا سينيتر. المركز الصحة الأساسية نتاع عين جلولة كي يحضر إن شاء الله يحضر في الوقت إن شاء الله يا ربي هو من صنف 4 من صنف 4 دونك أوتوماتيكمون مش نلقاو فيه استعجال. لا مش صنف 4 ما فيهش استعجالي معناتها 4 مش بالضرورة يكون فيه استعجالي. صنف 4 فيه مخبر تحاليل وفيه أشعة لكن مش استعجالي. ينجم يكون فيه كرسي نتاع طب أسنان وهذا إن شاء الله مش مبرمجوه بالرغم اللي ماهوش موجود في البلان. ان شاء الله نبرمجوه وندعموا الجهه اللي للامانه تستحق ومواطنينا يستحقوا الخدمات هذه والرعايه الصحيه اللازمه. به كي تقول لي انا مانيش استعجالي به معناتها كيف التوقيت الاداري نتاع في البلان اي نحكي لك انا خلينا نحكي على حاليا تو اللي موجود على الاقل تو سيناد مالك كيفاش عاملين المواطنين اللي في بالي بيه كي يكمل التوقيت الاداري نتاع المركز الصحه الاساسي يكمل لك هاو كامل طبيبه مركز صحه اساسيه كيما مراكز الصحه الاساسيه كي سكر في الليل من عين جلوله وعندي حاله استعجاليه ايش يعمل؟ يهبط القروان يجي الوسلاتيه كيفاش يعمل؟ يهبط القروان يجي الوسلاتيه يا يطلب الحمايه اللي قاعده تتنقل الحمايه بين امبيلونس الحمايه المدنيه تهبط اي وكانت عندنا يعني خدمه كبيره في وقت الكوفيد مؤهلين الكل قدمنا لهم الرعايه اللازمه وتنقلت حتى الامبيلونس عملت الرمساج اللي هي ما تعملش تنقلت في خلال الكوفيد تنقلت الامبيلونس وعملت الرمساج وجبنا مواطنينا قدمنا لهم الرعايه وهذه ماهيش مزيه علينا نعرف ليه معناتها افيك لي موين جيبو معناتها افيك موجود قاعدين تسلكوا في اموركم كان صح التعبير اي اما علاش انا كي نذكر زيدا وقت اللي قاعدين نخدموا في راديو الحياه فيه ونتبعوا في الجائحه نتاع الكورونا راه في الاخر عشتوا عزله وحدكم معناتها كعين جوله والوسلاتيه بحكم النقص بحكم البعد بحكم زيدا وقت اللي التنقل بين المعتمديات تسكر
دونك حتى المريض ما يعرفش شنو باش يعمل معناتها سورتو كي نحكينا على انجلوله اسكو باش يمشي للوسلتي ينجم يقولوا له لا يهبط القروان باش يمشي للطبيب يقولوا له لا ما عندوش استعجالي هو ينجم في يداوي فيه دونك وقت فهمت الوضعيه خطيره صعيبه برشا مش خطيره على الاقل صعيبه برشا في انجلوله الوضعيه صعيبه ونقر بهذا وما عندناش مش مخبينها ساعين ان شاء الله باش المركز الجديد هذا مركز الصحه الاساسي الجديد كيف يحل ان شاء الله نكونوا حاضرين وجاهزين باش نقدموا الخدمات اللازمه لكلها لاهالينا بما فيها خدمات الاستعجال به كي بدات المشروع احداث مركز الصحه الاساسي صنف 4 بدا على اساس ما فيهوش استعجالي باش يكون فيه قسم للاشعه والتحاليل طلبتوا كدائره صحيه بالوسلتي انه اليوم تكون فيها استعجال تمت الموافقه عليه المطلب هذا تم الموافقه عليه من خلال مقرر ضبط حصص الاستمرار يعني مادام جاك معناها تمت اضافه حصه استمرار في عين جلوله معناها تمت الموافقه على وحده استعجال دونك صنف 4 ينجم اوتوماتيكمون يامن بعض الحصص ينجم يكون فيه استعجالي يعني باذن الله مش يكون فيه استعجالي معناتها ينجم يامن وما نقصوا حتى شيء السيرفيس انه مش يامن حصص نتاع استعجالي ما نقصوا حتى شيء باذن الله اعطينا قلت لك نتسلموا المركز البنايه تجهيزها يتم الوزارة مبرمجة فما تجهيزات مبرمجة كما قلت لك خاطر البلان كي عملوه ما فيش استعجالي دونك التجهيزات اللي مبرمجتها سلطة الإشراف ما فيهاش تجهيزات استعجالي لكن الدائرة الصحية تنجم لهنا بمواردها الذاتية تنجم تيكيبي وبالتعاون مع نجم توفروا معناتها نجم نوفروا بإذن الله ليكيب موارد عندكم ميزانية باش توفروا سي نادر الحقيقة عندنا ميزانية وكافية والحمد لله نفرح انك تقول لي عندنا ميزانيه الحقيقه خاطر سي نادر جينيرالمون نعرف اللي نقطه معناتها خاصه نتاع السبيطار بين الدويت وبين الاستهلاك وتقول لي نجم نوفر ليكيبمون للاستعجال يعطيني نتسلموا برك حاجه باهيه برشا معناتها باذن الله نجم نوفروا ليكيبمون وقارين له حسابه وحاطينه في الميزانيه احنا بيجي دو باش بور بيان ايكيبين ديرجونس لي استيماسيون الاولى ما نجمش نقول لك قداش خاطر فما ديزارتيكل مختلفين معناها فما ليكيبمون فما المعدات الطبيه وفما التاثيث معناها مقسمين على فصول ماهيش مش فصل واحد معناها مخصص للجلوله مقسمين على فصول قارين حسابنا لهذا ان شاء الله به يا خوفي انا بعد ما نجيو نوفروا احنا الاورجونس ما نلقاوش طبيب اورجونس هذيك مانيش خايف توليت سينيتر الحقيقة صحيح وسيت سيناريو نجم يصير نفتتحوا ونجيو الناس الكل ونقول واي تيان هاي وفرت لنا وكل شيء ونجيو نحلوا بون اليوم معناش طبيب ارجونس معناش طبيب ارجونس هذيك معضلة تونس الكل النقص الفادح في الإطار الطبي معناش في الكا هذي تنجم معناتها بالستاف اللي صعيب 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 برشا راهو ماهوش كان طبيب راهو الاستعجالي ماهوش كان طبيب راهو استعجالي اطار شبه طبي معاه زاده ما تنجمش وحده استعجالي ولا قسم استعجالي يخدم بممرض وحيد ما ينجمش فرضا جاء مريض واستحق باش يتنقل يعني الوسلتيه ولا الامبولانسيه الممرض هذاك يخرج مع الامبولانس ولا يقعد في المستوصف ما تنجمش ممرض واحد برك كيف كيف الامبولانس الامبولانس نوفروا لهم نوفروا امبولانس لكن شكون باش يسوقها؟ ستاف يلزم ستاف ما يلزمش سائق واحد فما شكون مره اقترح عليا قال لي خليها لنا ونعطيوك شوفور لا ما تجيش هكاك الامور فما امور قانونيه تضبطنا راهو وفما مسؤوليه توصل حتى الجزائيه راه يعني سائق سياره الاسعاف يلزم يكون سائق سياره اسعاف ما ينجمش يكون سائق تراكتور ولا سائق حاجه اخرى فهمتني سياره يعني ايه ما سيناتهم محضرين رواحكم معناتها ان شاء الله بعد شهرين يجي يقول ناي سيدي هاوت مركز الصحه الاساسيه ويجي ايه محضرين رواحكم هل لي كونترانت هذوما الكل مراسلين فيهم وزاره الصحه مراسلين فيهم الاداره الجويه للصحه شنو هو الروتور كي قلت لهم راهو اي هاو باش يحضر بقوت رب هي عملتوش ريكروتمون نتاع هذوما الكل هي فسر لي بعد ما نقول احنا بعثنا لل المصالح المعنيه سواء بالاداره الجهويه او بالوزاره طلبنا الحاجيات نتاع التاثيث وليكيبمون نتاع مركز الصحه يعني لابوراتوار والمخبر والمكاتب وكل شيء وكيف كيف زاد طلبنا الحاجيات نتاع الموارد البشريه حاجيات الموارد البشريه مبدئيا في قانون الماليه فما انتدابات
نعرفش يتم تخصيص جانب منها للجلولة وجزء، ومؤكد أنه مدى فما إحداث جديد ومركز الصحة يعني مش يكون جاهز، مؤكد أنه الوزارة مش دعمنا نتصور جدا بعد روتان بتاع 4 سنين نورمال مو لازم يكونوا قرأوا لكم حسابكم وقبل نسخرين على الأقل نورمال بيه إن شاء الله. هنعاد نسلك مرة أخرى ينجم يحضر في بعد 5 جمعات سبيتار وإلا لي حسب تقدم الأشغال توا اللي نشوف فيها مع المقاول سعيد بيه خاطر حبوا معك أنت مع إدارة الحياة فهم ضغطنا يكون إيجابي على الأقل المقاول وعلى جميع سلطات الإشراف إنهم يمشيوا ويحرصوا عليه للأمانة السلطات كلها متحركة وسلطات كلها متجندة وفهم الوضعية. يعني آخر اجتماع عملناه يعني رين شونتي فيه التجهيز وفيه المهندسين وفيه الدرجة الصحة وفيه الولاية فيه الدائرة الصحية الناس الكل يعني كي تشوف سمعني حتى الفرع الجامعي كان حاضر معنا الفرع الجامعي صحيح. الصحة وبالمناسبة نحييهم برشا ويعطيهم الصحة على الخدمة اللي خدموها وفعلوا معناه هما اللي حركوا برشا أمور كما هكا. تبقى شنو المقاول تلك حدوده هو يا خويا شو أقول لك تتكلف حسابيا تتكلف لحساب مواطني تتكلف لي قاعدين نستناو في ناس الكل الباني اللي راهو يخدموا فيها ماهيش أمينة جيل الباني اللي يخدموا فيها ظهر لي كان دار وكراه أي. اي لا اي كيفاش مع فوق بعضهم معناتها الناس الكل هذيك علاش اون بلوس دو سا عندنا كيفاش عندنا تاريخ خايب مع المقاولين سبيطار الكبير او مشي عطاهم بروميس البارح الجمعه اللي فاتت قعد بحذا المدير الجهوي للصحه في البلاصه هذيا خذي بروميس مع عند نتاع ابو حجل الجروب مش نتاع ذو بعد بجمعه مش نهارتها مازال ما دونك ديكو راني انا ولا تعلم غياب ثقة كبيرة عند المقاولين. إن شاء الله إن شاء الله يغلطنا الناس الكل قولوا يا ربي هذه في الأيامات الفضيلة هذوما الكل به في مخصر فيما يخص مركز الصحة الأساسية في القصر سلام وين وصلت المشروع هذه وين وصل اللي في علمي بي أنا ما زلت في مرحلة الدراسات قدمت الدراسات هو تم إقرار أنه مش يكون صنف 4 زادة المنطقة كيف كيف تقريبا نفس عدد سكان عين جلولة أقل شوية تقريبا يعني فمش ديفيرنسة كبيرة من حقهم زادة في رعاية صحية مناسبة وملائمة للعدد نتاع السكان هذاك 60-70% يتسمى تقدم بالباهي في الدراسة مازال في مرحلة الدراسات عند المصالح المختصة إن شاء الله ما يطولش به إن شاء الله قداش من طبيب عندي في عين جلولة طبيب واحد بيه. سوبرمان هذي معناتها كان صح التعبير مجاهد يعطي صحة يعطي صحة بالحق يعطي صحة شنو معناتها سيبوزي شنو يخدم واحد بركة في معتمدية كبيرة على 7 عيال سيبوزي شنو مش يخدم معناتها يخدم حاليا يخدم في العيادة الطبية 6 أيام على 7 في الكونسلتاسيون معناها فقط مش برشا عليه نهار اللي يخو كونجي نهار اللي يمرض هو نهار اللي يمرض هو نهار اللي يخو كونجي ولا يمرض هو عنا نعوضوه من الإطار الطبي نتاع الدائرة الصحية هو على حساب مستوصف مش على حساب حتى حد لا نعملوا نعاودوا نعملوا الاورجانيزاسيون نتاعنا ونعاودوا ونحطوا يعني عين جلوله خاطر هو توا الدكتور اللي يامن في العيادات راهو اطار طبي تابع للدائره الصحيه معناها قانون الاطار نتاع الدائره الصحيه ماهوش مخصص لعين جلوله متسمي على عين جلوله وكاو خاني قلت كنت متسمي واش مخصص متسمي بالضبط ستانسو بيلي هو ديما فيه صح به النهار السابع النهار طرحته هو المركز الصحه الاساسي بعين جلوله يقعد محلول والا لا ساكر مركز صحه اساسي ما عندهمش حق يمرضوا يمرضوا لكن مركز صحه هذا مركز صحه اساسيه راهو ماهوش مستشفى مركز صحه اساسيه يخدم 6 أيام على 7 يعني عنده نهار لحد يسكر فيه ماهوش باهي يمرض واحد نهار لحد اون ايرجونس شنو كيفاش توصل له الخدمات الصحيه سي نادر كيما كنت اقول لك ينجم يجينا للسبيطار الوسلاتي عند كفله بالحاله نجم يمشي للقروان وفي حاله ما عجز عن التنقل عنده حالين يا يكلمني يكلم الحمايه وقاعدين راهو يكلمونا وقاعدين نخرجوا ونعملوا فرماساج وتخرجوا الامبولانس خرجوا الامبولانس ونعملوا الرماساج ونقدموا الرعايه لاهالينا ونعاود نقول لك راهي ماهيش مزيه فقط فما بعض الـ كيف تخرج امبولانس راهو عندها كو
تكلفة تكلفة وماهيش خسارة في المواطن، لكن يتضح أنه بعد ما تخرج الأمبيلونس ونجيب المواطن يتضح أنه ما يستحقش مش ما يستحقش بلغة معناها الحالة نتاعو، الحالة نتاعو ماهيش استعجالية تقتضي أنه نخرج أمبيلونس وممرض وسائق. تو أنا ماشي طبيب باش نعرف وشدتني وجاية سكة وشدتني وجاية، معناتها شكون باش نكلم في الأخر؟ اجريوا لي الو يا دكتور يا سبيطار الوسطاتيه ولدي توجع، معناتها كيف ما فهمتش شنو معناتها ساعات في الاخر زاد كان جاي عنده سبيطار موجود 7 على 7 ما يجيبكمش من الوسطاتيه سي نادر، ما فهمتش ان شاء الله كوشن ما يولي عنده في جلوله مستشفى معناها وفي جلوله كيفاش نعملوا احنا المستشفى ان شاء الله يا ربي، باش يقعد بطبيب بركه زاده لازمش يخدم بالطبيب، لازمش يخدم بالطبيب ابارت بي بتاع الارجانس، فما نيه الانتداب طلبتهم من الوزاره انه باش تبيع احنا باش نخدموا الاستعجالي برك لازم فما 3 اطباء للامانه باش يخدم الاستعجالي لازم 3 اقل شيء 3 اقل شيء ابارت بي ابارت طب الاخرين 3 اقل شيء الاستعجالي لازم 3 خاطر باش ما يقلش 24/24 24/24 ديفيزي بار 3 8 سوايع باش يقعد ديك الناس معناتها باش تسهل على الساده المستمعين بعد عندهم التنظيم هم الخاص الطب اما باش يقعد ديما فما ناس موجوده وطبيب ام هي الانتدابات فيما يخص مستشفى الصحه الاساسيه مركز على سي قداش طالبين 3 للاورجونس اكهو والطبيب اللي موجود باش طالبين اكثر موجود الطبيب الموجود هذاك وثلاثة متاع الأورجانس وثلاثة متاع الأورجانس ولي أربعة نجمو نخدمو بهم المنطقة بكل معناها مركز صحة أساسية صنف 4 احنا نطمحوا لما أكثر من هكا يعني نطمح أنه نركز كرسي طب أسنان في هذا اللي ما كانش موجود في البلان يعني علاش قلت لك احنا عطينا نتسلموا الساعة البناية ومن بعد البرامج متاعنا توجي مانيش واقفين راه اللي يزيدين الموقف الأفكار موجودة كيف زاد بالنسبة للمصالح المختصة في الوزارة ولا في الإدارة الجهوية وقت اللي تعطيها ملف مبرر وواضح ومخدوم بالكده راهي تمشي معك وما تقولكش ليه ما تقولش ليه وقتاش تقول ليه وقت اللي تبدأ حكاية ماهيش منظمة وماهيش مبررة يعني عندك طلب غير مبرر ما تنجمش تمشي معك يعني الوزارة لكن كي تبرر لها أنت الطلبات متاعك تمشي معك وهذا عشناه مؤخرا في خلال مناقشة الميزانية يعني بصراحة ما فماش طلب طلبناه ويكون مبرر وفوندي على معناها حاجات بإحصائياته بأرقام وهذا اللي طلبناه دوسي يعني دفع على روحه كيبدا حاضر يعطيك الصحة هذا اللي طلبناه في وقت من الأوقات يعني عملنا اجتماع مع سيد معتمد عين جلولة ومع نائب مدير جهوي معنا وقتها والمجتمع المدني قلنا لهم اعطيونا نعملوا ملف تحبوا مستشفى محلي في جلوله من حقكم لكن هات نعملوا ملف ونشوفوا الاحصائيات ونشوفوا غير وغير وغير يستحق ولا ما ولا يعطيك صح بالضبط اما زيد في معتمد يقول لك انا في الاخر معتمد حتى مربوطه زيد بالديستانس مع هذا البعد عقلية المواطن ديستانس شوف ديستانس بين عين جلوله والوسلاتيه 29 كيلومتر ديستانس ما بين عين جلوله ما بين الوسلاتيه ومعروف 40 كيلومتر 40 عندي مركز صحه اساسيه ولاد عيا روحته 50 كيلومتر مركز صحه اساسيه زاد حتى هذاك وفيه مواطنين ونفس المواطنين التوانسه ويستحقوا نفس الرعايه راهو يلزمنا نقدموا الرعايه الصحيه هذه للناس الكل للمرجع النظر الكل ما يخفاكش انت الوسلاتيه يعني اكبر من ولايه جغرافيا وزعه اكبر من ولايه صحيح هذا باش مش نغطيوها قداش امبيلونس قاعدين تغطيو فيه هذا الحمد لله وقت دخلت كانوا فما 3 سيارات 9 توا عندنا 5 وفما السادسه ان شاء الله قريب تحت على قريب الكلهم بيان ايكيبي والا ليسي سيني درتيني وضعيتك الكلهم الكلهم سيارات 9 في سنف بي اش معناه زيد فسال يعني نقل صحي معناته يخرج وحده معناتها لازم يخرج معهم طبيب كل ما تخرج امبيلونس ولا ماهيش صنف ايه ماهيش اسعاف ماهيش نقل اسعاف طبي يعني نتاع النجدة يخرج فيها الممرض او لا كان فما حالة ولادة معناها تخرج فيها القابل باهي اللي باش يجيكم الاخرانية هذيا تنجم تكون من صنف ايه ماشي
خاطر زاد كي نحكيو قداش من الوسلتي للقروان المدينه قداش من كيلومتر؟ 65 كيلومتر. خمسة نحكي على ساعه غير ربع هكا في ساعه غير درجين ساعه غير ربع غير ربع ساعه غير ربع تبدا حاله استعجاليه لازم مع طبيب يرافقها ولا نتصور اي الحاله الاستعجاليه لكن اقتضى الامر انه مشي رافقها طبيب اللي ما نخرجوهاش بصنف باء ونطلبوا السمير نطلبوا وحده لنا الطبي اللي مشكورين في كل مره نطلبوهم راهم يتنقلوا ويجي لسياره الاسعاف نتاعهم والاطار الطبي نتاعهم ويشوفوا الحاله ويهزوها هما يعني لكن فما الحاله تقتضي انه يلزم اسعاف طبي تخرج اما سيادتكم قلتوا لي راهو دقيقه بحسابها اخزر شنو مش نعمل مش نستنى ساعه غير ربع باش توصلي للوسلتية نعمل ساعه غير ربع اخرى باش ترجع لي من الوسلتية هو إذا مش تطلب سمير هو لكن معنى طلبنا سمير ونعطيهم الحالة شنو هو بالضبط شنو هي الوضعية يعطيونا هما بتبيع الكوندويتا تونير والأطباء نتاعنا يعرفوا لي كوندويتا تونير وينجموا يحافظوا خاطر عندهم في المستشفى عندهم ليكيبمون هذيك باش في بالي المشكل أنه سيارة الإسعاف هي اللي ما فيهاش ليزيكيبمون هذي ما طلبتوش السنين ما طلبتوش على الأقل واحدة صنف واحدة كهو ايه امن للامانه فما برنامج جديد برنامج صحه عزيزه هذايا ومونش الاتحاد الاوروبي يعطيك الصحه ان شاء الله فيه طلبات نتاع سيارات اسعاف صنف ال كل الدوائر الصحيه وان شاء الله نمشي نمشيو فيه احنا عندنا سياره اسعاف هي حاليا صنف ب اللي جاتنا في اطار هيبه من اهالينا في ايطاليا وقاعدين نجريو تو باش نركحوا لها الوراق فما بعض الصعوبات في البيروقراطيه في الديوان لا لا مش في الديوان خرجت هي تو عندنا احنا هي خرجتها الوزاره وسلمتها لنا هي حاليا موجوده في البارك نتاعنا شو الاشكال الاشكال البطاقه الرماديه قاعدين كارت غريز الكارت غريز مبلغ كبير برشا طلبوه علينا مسيتش قلنا على المبلغ مش مشكل مش خلينا نعرفوا المبلغ برشا برشا سي سي ايوا برشا برشا احنا حاسلوا الان قاعدين ساعين مع السلطه الجهويه ومع حتى الوزاره علمت الوزاره ومش نشوفوا حل نلقاو حل في الاخر نلقاو حل مجلس الجهوي ما جامش يدخل على الاقل تامين جزء من المبلغ نتاع اللي طالبينه في الكارت غريز على الاقل نلقاو حل نلقاو حل باذن الله احنا راسلنا السيد الوالي وراسلنا الوزاره وشو كرد حاليا قاعدين جديده الحكايه ما عندهاش برشا عندها تقريبا أربع أيام ما عندهاش برشا ان شاء الله المبلغ ما يكونش كبير برشا وكا ان شاء الله ان شاء الله بخاطر عملنا سي باهي تسمح لي سي نادر الحقيقه سي نادر المنيوي رئيس الدائره الصحيه بالوسلتية معنا رئيس بلديه عين جلوله يحب يتدخل معنا سي علي تلبسنا كل كاس باش نجمو نسمعو سي علي اهلا وسهلا صباح الخير صباح النور صباح الخير سي حايم صباح الخير سي نادر صباح الخير ساده المستمعين مرحبا حياه الثاني نشكرك على تدخلك معنا مرحبا بك سيدي قل لي والله انا وقع اشعاري اللي فما ملف حول الصحه بعين جلوله تغطيه اذاعتكم مشكوره هي. انا سمعت سي نادر هو يعرف مواقفه وعملنا جلسات قبل مع بعضنا سمعت كلام سي نادر ثم برشا مش نسلط الضوء على الزون دومبر مع ثم جزء ما عدا هو بالنسبه للساده ليك وللساده المستمعين ممكن ما في الجزء هذا شنو اول حاجه يحكي على الاستعجالي بعين جلوله وكانه حاجه جديده وما عشناهاش الوضعيه هذه وما لقيناهاش حلول سابقا 40 سنه نلقوا لقينا لها حلول بارك الله في الاسره الصحيه اللي تعاقبت على عين جلوله كل اطباء وممرضين ومساعدين ومديرين جهويين وبارك الله فيها بارك الله في دولتنا اللي فكرت فينا من عام 60 وموجود عندنا مركز الصحه الاساسيه من عام 60 وبعد ولا عند الاستعجالي من عام 80 يعني 40 سنه نحن نحلوا في المشكل داخل مدينه عين جلوله تو ولات فما اشكاليه سيدي فما مشكل في معناتها تهم الصحه عندها معركه في وسط ماما تضررت منها منطقه عين جلوله ما عندهاش دقيقه بركه سعدي به فما الاختلاف نتفهموا فيها ما ننساش خلينا نكونوا بنائين مع بعض معناتها كانت في الثمانينات كانت عندنا الارجونس في عين جلوله طبعا به متفاهمين تو بعد ما نعرفش علاش ولات ما عادش عندنا في عين جلوله حتى نقول لك علاش قول لي علاش خلينا نفهم بعد خلينا نطرحوا سؤال خلينا نلقاوش الاجابه مع سينات به ايه. علاش بعد نقول لك علاش جت الكورونا كي جت الكورونا الطبيبه نتاعنا مشو عملوا له التكوين
يعملوا له تكوين. قالك انا طبيب هذا عمل له تكوين، هو مش نهزوه للوثلاثيه، وانت منعطوكم طبيب معوذي في النهار بحكم انه هو الوحيد اللي عمل تكوين في الكورونا، مشى على اساس الكورونا. بشويه تعدت في الطويل الممرضين رفضوا انه يخدموا الحس المسائيه والليل، معناتها مثلا مش معناتها طبيب، مشوا للغلق. عملنا مراسلات واحتجاجات، مجتمع المدني يعمل احتجاجات. سي نادر تعلل انه مركز الصحه كما كان يحكي لك بكري، مركز الصحه اساسي صنف 2 راهو كيف وكيف الارياف كيف المراكز الاخرى، ما عندوش قرار. انا ما نجيش نعطيك لا طبيب لا امبولانس لا حتى مسائي لا حتى لي. قول له 40 سنه احنا نعيشوا من غير مشكل هذه، وبارك الله في الاطباء اللي حتى نهار لحد ما ساكنين في جلوله، نهار لحد يداونا، نهار السبت يداونا حتى ساكنين في جلوله في الليل، بارك الله فيهم يرحم والدين والديهم. عملوا مجهود ممتاز جدا مع عين جلوله. خليك مع دقيقه برك، كنا نامنوا فيها سي نادر ميسالش، خلنا ناخذوا كنا نامنوا فيها عن قبل ولا ميسالش، خلنا نوضحوا النقطه. صباح الخير سعلي. سعلي تسمع فينا؟ ماك ماك سي نادر، ماك سي نادر. مبارك طيب يا سعلي. صباح الخير سي نادر، ان شاء الله رمضانك مبروك اخويا. ما عايش بيه. بالنسبه لاستعجالي عين جلوله قبل جوان 2020 ما كانش فما استعجالي بعين جلوله، ما كانش فما حس استمرار على الورق. لا 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 على الورق، اي على الورق ريال ما موجود. انا على الورق صحيح لدوز جوان 2020 فما قرار سعلي اللي نحن استعجال. سعلي يا سعلي نعم تعمل مزية بربي ما تقاطعنيش، فما تسلسل نتاع افكار. خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا ميسيل شاي. قبل 2 جوان 2020 ما كانش فما قبل جوان 2020 ما كانش فما استعجالي قانوني. باه فما الطبيب الطبيب اللي يخدم الجارد ما تنجمش تخلصه خاطر ما عندكش مقرر ضبط. الفرم اللي يخدم الجارد ما تنجمش تخلصه خاطر ما عندكش مقرر ضبط. المريض اللي مش يشكي ولا مش تصير له حاجه ولا لا يقدر عليه، فما حتى حمايه لحتى طرف، لا للمواطن ولا للمسؤول ولا للعون. هذه وضعية كانت قائمة ذات منذ سنة 82، استعجالي غير قانوني. كي أثيرت المسألة أثرتها منذ سنة 2019، تحصلنا في سنة 2020 على مقرر ضبط حصص الاستمرار ذي اللي يضبط حصة استمرار بعين جلولة. به وين مش نركزوها حصة الاستمرار هذه في الوضع الراهن، وسي علي يعرف المركز الصحة هذاك وسيادتكم شفتوها اكيد، واللي قاعدين نخدموا فيه توا اللي هي اللي هي دار يعني على وجه الكراء، ما فيها حتى مقاومات من نجم نركزوا فيها حتى مقاومات لا سلامة ولا استعجالي. استعجالي راهو فيها برشا طلبات، راهو فيها برشا حوايج لازمها تتوفر. فما شومبر دو جار لازمها تتوفر، طبيب مش عادي ليله كامله قاعده على كرسي، راه فما شومبر دو كار، فما الاعاشه نتاعو تاع الطبيب نتاع الاطار اللي معاه يعني لومبيرونسي والطابله هذا الكل باش يجي بشوي وقت ويجي بشوي نظام، ما يجيش بالهمجيه وما يجيش بحملات. وساعات العبيد وانا عبيد على صحتها سي نادر، ساعات نعذرهم في حاجه برك، على واحد على صحته يقول لك انا اخويا اعطيني انا كان عندي جارد، او ما كنتش نعرف اللي كانت غير قانونيه. مش بالي كانت ما كنتش نعرفها انا كانت سعلي. خلينا نسالك حاجه اخرى سعلي، تو احنا معناتها من جوان 2020 خلينا نمشيو نشوفوا المقاول على الاقل اسكو اش عمل باش يوفر لنا يحضر لنا سبيطار جديد نتاع. نعطيك معلومه سي حي، نعطيك معلومه رب، ومعنا سي نادر حاضر في الاجتماع، حاضر فيه السيد المدير محمد الويس المدير السابق. عملنا اجتماع في 2020 على خاطر هم عملوا لي ذراع مع الدكتور ومشاكل في وسطهم الداخل، وقلقوه ياسر ونزل عليه بالتقارير والبرش حوايج اش عمل. ولا الطبيب يعمل مالاتيه بحكم هو ما عندوش في الصف الثلاثيه اشكون ينجم يخدم جلوله يعوض هو في العشيه وفي الليل. وقع الغاء الاستعجالي بهذا السبب، ثم مشكل في الداخل في الاسره الصحيه في الجلسه اللي عملناها مع الحمدلله. هذه مغالطه، هذه مغالطه، حملات كيما هكا مش صحيح. لا لحظه لحظه نقول لك انا مع السي محمد الرويس، لحظه يا سعلي نرد نكمل الفكره ورد عليا في اوت 2020 انت حضرت في الاجتماع. دقيقه يا سعلي، دقيقه سي محمد الرويس يا سعلي، دقيقه برك يا سعلي، دقيقه برك ومش نعطيك المجال يا سعلي. صدقني صدقني نجموا نقعدوا نتخالفوا احنا بالطريقه هذه وما نبنيو حتى شيء، اجا خلينا نتفاهموا على القدام. ريتو صار الاختلاف مع المدير. عندنا اكوار سي حايم، عندنا اكوار حاضر فيه هو وسي محمد الويس اش قال، باش تعرف اللي هي راهي ريال الموجوده
وما عندناش مشكل. عندنا السبت والحد وقتها رصد الطبيب الموجود حال قال السبت والحد ما نعملش اش فهمنا. حضر فيه المرحوم الدكتور الله يرحمه سي محسن في الاجتماع هذايا فهمنا انه قال لي توفر له بيت ونشكر السبت والحد كي يعمل الجارد. قلت له عندي مسكن وظيفي نوفره له نهار السبت والحد. كان المشكل في السبت والحد ولت المشكل سيت 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 والجماعة هذايا وعندنا سي محمد الرويد مع الدكتور اش قال له؟ قال له اعطيني دو موا. قال له اعطيني دو موا في يديا سي نوفل دكتور نوفل اعطيني شهرين اعطيني شهرين في يديا وتوني الحل اعطيني السبت والحد سي نوفل. لحظة سي علي خلينا نتفاعلوا معاك. خلال الكوفيد سي علي يقترح عليه يقول يعطيني طبيب تنعطيه كميون. بابا مش صندوق حوت مش تدور به راهو طبيب راهو طبيب لازم بعض الشروط راهو بالطريقه هذه ما نجموش نوصلوا لحتى شيء. راهو العقليات هذه يلزمنا ان نطوروها يلزمنا نتحدوا. دقيقه برك خلاص كان حاجه اخر حاجه وكاو سالي راسك اخر حاجه كاو سالي اما خير تو كي حضرنا بعد بشهرين سبيطار والا اللي تو هذه الكل صار الصعيب تعدى مازالنا ترافو نتاع شهرين في سبيطار جديد كبصيفتك رئيس بلديه نتاع عين جلوله وانا اللي لمسته منك انت حرقه كبيره اعطيك طلقه توفر الحلول اللي حشتهم بها الناس الكل باش تامن الصحه للناس الكل. مشي على الاقل المقاول الموجود تو قاعد يخدم في السبيطار تبعتيش الاشغال خلي سالي اعطيني النقطه مشيتوش تبعتوه باش يحضرونا بعد شهرين كما قال بحضور وقتها حتى ولي الجهه ولي القايله اعطيني انا اش عملت فيه. يعطيك الصحه سي حاج. حضرت الاجتماع اللي حضر السيد الوالي عنده جماعتين التالي وقالوا شهرين. انا واش نقول لك؟ هو بكي تو صرح قال لك مستحيل وصعب انه ديماراج تاع استعجالي في الصنف 4 على مش تحل جديد. اول حاجه شهرين وهو مقاول مضعضع يعني مش يقعد في الشهرين. سي بوزان قعدها في الشهرين. بعد تالي الانتدابات نحن عندنا 900 طبيب خرجوا للخارج. ما عندكش اطباء باش يتم تعديل. باش يعمل فيهم تو 900 اللي خرجوا للخارج معناتها واش يعمل فيهم؟ معناتها يعني مغلق يعني ما ثماش استعجالي. هذا قال لك هو في حديثه قال لك مستحيل استعجالي حتى كي ديماراج في الصف 4 مستحيل. وفي حديثه يا سالي وفي حديثه دقيقه وفي حديثه هاك انت معايا باش على الاشكال هذا قال لك انا من 2020 من جوان 2020 عندي الاعتمادات المخصصه على الاقل الجارد خلينا نوفر ليرجونس وبعدها احنا نشدوا صحيح في سيناد نقولوا سيناد عندي ليرجونس وشامبر دو جارد تحكي لي عليهم الكل ايجا شوف لنا حتى بصفه استثنائيه شكون يامن لنا ليزيرجونس اللي غادي كاين. اعطيني انا ليرجونس اعطيني الصعيب الطبيب موجود حاليا. قال نرجع كما كنا. قال لي شوف لي الكراء. قال لي شوف لي الكراء مش نغير الدار. وقال لي شوف لي الكراء ونرجع كما كنا. يعمل الطاقم اذا الدوسي هذا ما نجمش يرجع كما كنا. ايش عملوا له؟ قالوا له ما ترجعش كما كنت. يا سعلي خلينا نتفاعلوا معاك بربي. ممكن نقاط قانونيه تجهلها خاطر مش في اختصاصك لكن راهو القانون في 2019 في اوت 2019 تبدل ما عادش فما حصه استمرار بالمنزل. يعني حصة الاستمرار يلزمها تكون اجباريا بالمستشفى. سيد رئيس البلدية عين جلوله نشكرك على تدخلك معنا تزيد تشدنا صحيح في المقاول باش ينجدنا اليوم. الاختلاف هذايا باهي وصحي خاطر حتى هو يحب يقول لك نوفر اللي فهمت منه هو اعطيني نوفر انا الخدمات الصحيه وراهو سي نادر فهمتني باي طريقه وانت عندك جانب قانوني يحمي الناس الكل يلزم يحكم فينا الناس لازم نوفروه. ما نجمش نحط طبيب حصة استمرار بالمنزل من وقت اللي اصدر الامر في 2019 يقول لك ما عادش فما استمرار بالمنزل. راهو استمرار يلزم يكون بالمستشفى ومن حقهم وهذايا بالعكس نورمالمون ندافعوا عليها حاجه كيما هكا خاطر طبيب بالمنزل ومش يعمل العياده بالتليفون ما تنجمش تكون راهو ما تنجمش تصير. ماذا بينا المجتمع المدني شويه ضغط ايجابي على المقاول باش ينجم يعطينا المشروع اللي حشنا به اللي عنده تو روتار خلي حل لنا جزء من المشكل. واحنا رانا منفتحين على المقترحات الكل المقترحات البناء. صحيح. المقترحات اللي تقدم مش اللي توخر ولا اللي تهدم. وساعين باذن الله باش نقدموا الخدمات والرعايه الصحيه لاهالينا في كل منطقه. ان شاء الله. خلينا نفهم نقطه اخرى كي نمشي بيك انا الوسلاتيه نحكيو على سبيطار الوسلاتيه في قسم توليد قسم الباطني. قسم تاع اسنان هكا زاد فيه قسم اسنان وقسم امراض المزمنه هذو الموجودين الاختصاصات الكل وتاملوا فيهم مش الاختصاصات هو كي جيت ما كانش فما حتى اختصاص في الوسلاتي. اول ما عملنا ساعه عملنا وحده تكوين مستمر للاعوان ثم عملنا وحده العلاج الطبيعي هذوما كرياسيون يعني جدد كريمون جدد
ثم من بين البرامج والأهداف اللي حبينا نوصلوا لها وحطيناها وركزناها في بحضور حتى السادة النواب والسلطات المحلية في الجهة في خلال المجلس المحلي للتنمية أنه يلزمنا ندعم طب الاختصاص. مش معقول مواطن أو مواطنة وبالأخص في نساء، يعني كي شفت الستاتستيك، كي شفت الستاتستيك 51% من نسبة سكان الوسلاتية إناث يستحقوا جينيكولوج بصراحة. وفرنا لهم جوستيفي بالشفر هذايا، وفرنا لهم اكثر من هكا كما قلت لك، التوسع نتاع مرجع النظر تشوف مواطنه باش تهبط حتى للقابله باش تشوفها. معناها فما حالات القابله تجي تولد تقول لي ما نعرفوا عليها حتى شيء، من نهار اللي معناها الجروسيس حتى كش للنهار المشتولت ما شافها لا طبيب لا قابله. هذوما بصراحه من حقهم، وهذا اللي سعينا فيه ووفرنا باذن الله. لقينا يعني تجاوب من القطاع الخاص، وفرنا زوز اطباء نساء وفرنا يامنوا بالتداول مره في الاسبوع، يامنوا العياده على الأقل كيف كيف. زاد تمكننا باش تحصلنا على إيكوغراف رائعة جدا، على الأقل المرأة تعرف اش عندها في كرشها، تعرف كان فما مشاكل زاد نستبقوها كذا. كيف كيف زاد التغطية بالقوابل في مراكز الصحة الأساسية اللي انطلقنا فيها مؤخرا، الشهر اللي فات انطلقنا فيها بالاشتراك مع معناتها نهار التحلفية قاو في قابلة أوتوماتيكمون. معناتها النهار اللي تحل فيه المستوصف هذاك النهار العياده مش يحل المستوصف، راهو محلول ست ايام في لكن العياده العياده نحكي ديما نربط بالعياده ديما. معناتها الطبيب شكون معاه قابله ولا كيفاش عملته؟ مره على 15 هما مره على 15 قبل كانوا يامنوا فيهم مصالح البلانينغ فاميليا. تم الاتفاق انه اثناء احنا ناخذوا 50% وهما ياخذوا 50%، والعام الجاي ان شاء الله مش نتكفلوا بهم احنا الكل، مراكز الصحه الاساسيه الكل. وعندكم توسين هذا الاطار شبه الطبي والطبي اليوم هذا باش تامنوا الخدمات المختصه باذن الله. راهو مضحين بالحق، سيد والله نعرف مضحين، وراني شفت الكورونا التضحيات ما عادش نجم نحكي على التضحيات. اما ريالمون عندك كونترانت نتاع بيت، اسكو اليوم تنجم تامن 15 يوم ومن بعد عام تامنهم وحدك مثلا القابلات هذوما عندك؟ موجود سبع قوابل بالنجم نامن سبع قوابل. سبع قوابل باهي. حاجه اخرى من بعض التساؤلات اللي قاعده توصلنا سي نادر، متوفر عندك العدد الكافي اللي عملت التنظيف في السبيطار؟ لا عملت بصراحه. ايوه النقطه دي فسرها لي. عملت النظافه احنا عندنا اربع عمله على الحظيره، لكن المستشفى يلزمه 24 ل 24 نظيف. معناها الخدمات هذه لازم 24 ل 24، عندنا في الليل ثلاثة يخدموا وعندنا في النهار أربعة، لكن هذوما يبقى عدد غير كافي. ثلاثة في الليل وأربعة في النهار. ثلاثة يعني كل واحدة كل ليلة واحدة، يعني خاطر تخدم من مدي ساعة حتى كش الموجودة 17 الصباح 18 ساعة. تعمل 18 ساعة. ويدور. ويدوروا. معناتها كل واحد ثلاثة سوية ثلاثة سوية ويدور. لا تكون واحدة 8 سوايع 8 سوايع 18 ساعة، تخدم 18 ساعة ثم ترتاح نهاري وتجي من بعدها الأخرى ولا فوالا. عاملة بركة مش تنظف سبيطار كامل؟ لا مش سبيطار كامل، في الليل الاستعجالي والماترنيتي، خاطر السبيطار الآخر مسكر، باقي السبيطار ما يخدمش العيادات. وفي النهار؟ في النهار عندنا أربعة عملاء يخدموا زادة موجودين. دونك أربعة في النهار وواحدة في الليل. بالضبط. وهذا غير كافي. غير كافي، غير كافي بالنسبة للمؤسسة متوزعة. راهو الخاصية نتاع الوسلاتية أنها زوز مؤسسات بعاد على بعضهم، يعني زوز سبيطارات نقولوا احنا، سبيطار القديم وسبيطار الجديد. فلا بعاد على بعضهم وفيهم برشا يعني ما يستحق. شوية بصراحة شوية عملة النظافة. من النقاط اللي طرحوها علي. نقطة أخرى حول وضعية به الإطار شبه الطبي، هل هو كافي العدد اللي موجود عندكم في السبيطار؟ في المستشفى حاليا كافي. وفي باقي وفي الدائرة الكل، يمكن نمشي بأشمل شوي، في الدائرة الصحية الكل كافي وإلا لا؟ بالنسبة للفريق المتنقل نقولوا احنا غير كافي، ناقص شوية. فريق المتنقل متكون بقديش توصية؟ حاليا ممرضة وحيدة، يعني كي تمشي فما كما قلت لك بكري مراكز الصحه الاساسيه اللي تستحق دعم اللي 80 مريض في النهار، ما تنجمش تخدمهم ممرضه وحدها، ما تنجمش تخدمهم مدواها وتسجيلهم وعيادتهم واخذ الميزان وغير ذلك مؤشرات حياتيه. التجأنا انه عملنا فريق نتاع دعم يخرج نهاره العياده باش يعاون الممرضه. هل فيهم ضغط؟
المراكز الصحه اللي فيهم ضغط، يعني اليوم تقريبا 4 مراكز ما مش برشا. غير هذا باذن الله كافين وقادرين باش نامنوا التغطيه الصحيه ان شاء الله. هل انه صحيح؟ خنقول لك سؤال كيما وصلنا لناها كيما على الاقل وصلنا على، هل انه صحيح في المستشفى المحلي بالوسلاتي كي تصب المطر ان شاء الله ربي يعطي خيره عنا بلايص تقاطر في وسط السبيطار والا اللي صحيح؟ هذايا لا هذايا صارت مؤخرا كيما تونس بكلها، الامطار الكبيره اللي جاتنا الاخرانيه صحيح شهدت فما بعض البلايص معناها اللي قطروا ولو لوندوما لقينا ليش تقطير؟ شوف في السبيطار القديم هذايا متهرم راهو من عام 62 تقريبا، مستشفى مبني من عام 62 قاعدين تخدموا فيه؟ اي القديم هذايا وما كانش يقطر، ما كانش يعني قد ما صبت مطر في المطره الاخرانيه صبت مطر فما بعض المناطق البلايص اللي قطروا ولقينا الحل ومش نعاودوا نعملوا ليتونشيتي في السقف، مش معناها انه اي السقوط راهو انه قطر يعني من عام 62 وقايد باش نخموا في لا هو توا فما سبيطار القديم هذا فما سبيطار جديد اي نحكيك على القديم انا راني توا وقايد اليوم باش نخموا من عام 62 معناتها باش نخموا في اعاده هيكله جديده اعاده بناء جديد يعني فهمتني شنو خاطر مش قاعدين نستغلوا فيه سيكو نستغلوا فيه مازال لازم نخموا قدام سي بدر ولا حاليا قاعدين نستغلوا فيه كمصالح فنيه فيه البلانينغ فاميليال البنيه اللي تخدم فيها الامراض المزمنه يعني عياده الامراض المزمنه جديده البنيه اللي فيها النظاره العامه والمصالح الفنيه يعني سكولير والتلقيح وكذا جديده المغازي زاد جديده اللي قعد اسمه البلانينغ والفارماسي ديبو نتاع الفارماسي هذوما اللي قعد فيهم مشكل هذوما هما ماهوش مشكل راهو بالعكس وبروشينمون يعني لانسينا حتى لابيل دوفر باش نعملوا اميناجمون للديبو دو فارماسي اللي بجنبه البلانينغ مش تشملوا اشغال الصيانه والتهيئه ومازال يخدم ما شاء الله به. قبل ما نختم معك توا سيني حمله التلقيح مازال فما الاقبال الكبير من اهالي الوسلاتيه والا لا؟ الاقبال شبه منعدم الاقبال شبه منعدم بمعدل يومين قداش قاعدين تلقحوا حتى توصل لصفر؟ توصل لصفر ما فماش اقبال بكل من اهالينا احنا متواجدين وموجودين باش نلقحوا يجي السبيطار يلقح حتى اللي يبعثوا لهم شيء ما يجيكمش شوف مش يجي السبيطار يلقح ما نجموش نحلوا فلاكون فيه 15 جرعه على واحد برك معناها ناخذوا قائمه كي ولات هكا معناها الاقبال ضعيف برشا ولينا نعملوا في قائمه وناخذوا ارقام هواتفهم ونلموهم ونلقحوا لهم نديهم في نهار نلقحوا لهم ان شاء الله به سؤال اخر سؤال مثالش خلينا نستغل حضورك بحذايا سي نادر وعلى اجاباتك ورحبت صدرك اللي جاوبتنا عليهم فيما يخص مستوصف العرقو معناتها بدايه عين جلوله واللي موجود على الطريق الجهويه 99 بالرغم من انه صارت تاي او توسيع منذ 2018 الا انه اغلبيه الوقت مسكر رغم اللي يقدم في خدمات لاهالي المناطق المجاوره كما البركه والعرقوب والصعانين وبروكش وتفيفيله والخمسي صحيح علاش ديما مسكر؟ لا مش ديما مسكر هو كيما المراكز الصحه الاساسيه الاخرى كل عياده اسبوعيه انجور سور سيس تبقى الاقبال صفر اقبال المواطنين على مركز الصحه هذه صفر وموجود عندنا الريجيستر معناها اللي نسجلوا فيه في كل يوم خميس تمشي الممرضه وتمشي الطبيبه بطبيعه الطبيبه مش تتعدى من الوسلاتيه تكمل جارد نتاعها ومش تتعدى للمركز الصحه فماش اقبال فماش اقبال منطقه ممكن كان تعرفوا انت هو يغطي صحيح لكنه على الكياس يعني في منطقه منحزله على العباد يعني احصائياتنا تقول انه صفر عياده طبيه وصفر حتى مراجع باش يجي للمركز الصحه هذا كلهم يخيروا يهبطوا يا العين جلوله يا للوسلاتي سبيطار الوسلاتي ما يستحقش طبيخ مش عامل نتاع حظيره تحطوا فيه طيب للاطار الطبي والاطار الشبه الطبي والعمل راه مش نقص منه السيد رواه في الاخر باش نقولها معناتها راه ينجم يكون احسن
معناتها يطيب ومليح ويعطي صحة. ما ماك تعرف زيد مواصفات نتاع الماكل الانسان المريض مش كيما مواصفات ماكلة نتاع انسان عادي، وخاصة اللي هو هو الحظائر هو هو طباخ ولو على الحظائر لكنه هو طباخ ومشهود له بالكفاءة، يعني سوليسيتي كاريمو يعني نهار ما يخدمش هو يقولوا وين الماكلة تبدلت. تبقى تقول لي انت الماكلة والطبق المخصص للمريض وكذا، فما ليجينيست هنا يتدخل، مراقب حفظ الصحة اللي عندنا في المستشفى، وكل يوم يشوف الوجبات ويأخذ البلا تيب ويفحصه ويقر معنا، حتى فما نبعثوا فيهم للمختبر. في بالكلي مثلا تو تعمل الحظائر كان يزول بلا صخرة تقضوا بلاش طبيخرة. صحيح هي زمان هذه معضلة معضلة بالحق معضلة معضلة. ورسلت فيها المصالح المشتركة، رسلت حتى سيد المعتمد باش يزيد يوفر لنا على الاقل عون اخر من الحظائر وموا عون اخر من الحظائر. اللي يقول لي توا كل شهاده اختها معناها في انتظار ان صدور في انتظار صدور ان شاء الله ما يحاولوش. ان شاء الله ما يحاولوش ديما شنو نقول. سيد نادي المنيوي مدير مستشفى المحلي بلوسلاتيه ورئيس الدائره الصحيه بلوسلاتيه، ان كرون ميرسي لحضورك بحذايا. يعطيكم الصحه. كلمه الختام لك انت. يعطيكم الصحه. نحب مرة أخرى نترحم على روح سي محسن الله يرحمه ويرحمه وينعم، اللي خلى حسرة كبيرة في قلوبنا الله يرحمه. بالحق إنسان فاضل حبوا برشا حبوا برشا على عمره بتاع 58 سنة وراه توفى من الكورونا، وقت اللي قعد يداوي في الناس هو يعالج بالكورونا. في العباد الله يرحمه بالحق يرحمه. يعني ممكن تأثر كبير إن شاء الله في صغيرات ويلقاهم. امين امين غير يا رب. غير هذا انتم يعطيكم الصحه. الحصه في صافي صات عديت برشا مواضيع خاصه نتاع الطبيخ، خاصه نتاع الجلوله دي بريسك الجلوله الحصه والله اللي هما اهالينا وماناش متنكرين فيهم باذن الله. برشا انتظارات كبيره منهم راني انا معناتها ريت منك انت تقول يا رحيم اعطيني يخدم اعطيني المستوصف ونتفاهموا من بعد، وريت من رئيس البلديه يقول لك شنو تحب وطن نوفر لكم ويكلمك يقول لك نحب. فهمتني دونك انا متفاهم اللي يمكن رؤيتكم للاشياء مختلفه، اما نفس الهدف اللي قاعدين تلوجوا عليه زوز هذاك علاش الناس الكل يستنيو فيه. راه مشروع نستنيو فيه الناس الكل. صحيح صحيح ان شاء الله المشاريع هذه تتطور ونسلموها عنا. مشروع اخر ان شاء الله مش ينطلق قريبا اللي هو تهيئة صيانة قسم الاستعجالي. مش يولي عنا باذن الله استعجالي عصري. هذا مازال سكوب، هذا مازال نهارين خذيت الموافقه نتاع سلطه الاشراف في تهيئه قسم استعجالي. قسم الاستعجالي حاليا الكومبوزون نتاع المشروع كان عندك تهيئه كيفاش؟ كل مشي تعاود كله مشي تعاود. قسم الاستعجالي استعجالي عصري مخصص. هذا تو حاليا الدراسات قاعده تقوم بها مصلحه البناءات في الاداره الجهويه التوسكي بلان وكونسلتاسيون وغيره. قريبا جدا ان شاء الله باش تنطلق الاشغال اللي ماهيش مجدون برشا باذن الله. عندك بعض الارقام قيمه المشروع قداش مده الاشغال؟ مازال في الدراسات. قلت لك مازال في الدراسات. تهيئه قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي اول ما يبدا نعلمكم ان شاء الله حاجه باهيه. كيف عندنا كما قلت لك تهيئه صيانه مخبر اسمه ديبو دو فارماسي نتاع الفارماسي كيف زاد هذاك مكسب، خاطر اول ما جيت نلقى دواء تضرب فيه الشمس اللي هو ما ينجمش يكون ومسير. يعطيك الصحة. صلحنا اللي نجمنا نصلحوه في انتظار السنة. خذينا الموافقة زادة نتاع سلطة الإشراف أنه مش نخصوا اعتمادات للأشغال هذه. وبالحق يعني قسم الاستعجالي كيف مش يتبدل اللي مش يبدل وجه السبيطار الكل، خاطر وجه السبيطار حاجتين، يا عيادات خارجية يا استعجالي. يا مش تدخل العيادة الخارجية نعرف شكون ماشي يجيب بحالة استعجالية. هذوما اللي يدوز اكسي. إن شاء الله بالتوفيق في العمل نتاعكم. يعطيكم الصحة بالتوفيق لكم أنتم زادة وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. أنتم عملية التلقيح راهي مازالت متواصلة في الوسلاتية ورانا نستناو في فاق أخرى في شهر ماي، دونك بربي الناس الكل وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة لتعزيز المناعة نتاعهم يمشيوا للسبيطار ويلقحوا بصفة مجانية. سيد نادر المنيوي مدير المستشفى المحلي بالوسلاتية ورئيس الدائرة الصحية بالوسلاتية. أن كرون ميرسي ليكيب كاملة كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر. نتلقاو جمعه جهادي سيلا بسيف الى سمين بروشان. على خاطر صحتك اغلى معنا، وعلى خاطر في الحياه فهم نمنوا بالعلم وباصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا.
في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.